برحب بحضراتكم مرة تانية. المشاهد المؤسفة اللي حضراتكم شفتوها وتابعتوها معنا على الشاشة دلوقتي واللي من امبارح كلنا وبكل الحزن والأسى في مشهد مجرد من الإنسانية والآدمية وينال من الكرامة المصرية اللي حصل في دير السلطان امبارح، لما نشوف الآباء الرهبان العزل اللي ما بيمسكوش سلاح، اللي بس بيدافعوا عن حقوقهم وعن كنيستهم أو ديرهم، اللي كل المستندات وكل الأوراق وكل الأحكام القضائية بتقضي بملكيتهم للدير بيحصل معهم كده، هو مش غريب على اللي عمل كده على القوات الإسرائيلية أنها تعمل كده، لكن غير مقبول، غير مقبول الاعتداء على أملاك وعلى أصحاب حق، غير مقبول الاعتداء على رجال دين. مش الكنيسة المصرية بس اللي بتتكلم، لكن الدولة المصرية، وزارة الخارجية المصرية. يمكن ناس كتير مش ما عندهاش خلفية بتاريخ دير السلطان وليه هو ملك للكنيسة القبطية وإيه علاقة الكنيسة الإثيوبية أو الحبشية بالموضوع، وليه إسرائيل بتسند أو بتدعم الكنيسة الإثيوبية، وليه الكنيسة عايزة الإثيوبية عايزة ترمم ده والكنيسة المصرية أو الكنيسة الأرثوذكسية رافضة ده أو مش رافضة. وده طبعا الكنيسة وضحته في بيان رسمي بأنه كانت عاوزة الترميم يكون بمعرفتها أو تحت عنايتها، هي اللي تشرف على أعمال الترميم حتى لو هيكون نفقات الترميم بالكامل على الكنيسة القبطية. نتكلم في تفاصيل الأزمة دي. بيسعدني وشرفني يكون ضيفي دكتور مينا ملاك الكاتب الصحفي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا بحضرتك. أهلا معنا. مشاهد مؤسفة وأنا مش عايزة أبدأ بالمشاهد على طول أو باللي حصل وبالأزمة، لكن خلينا نقول للي مش عارف سريعا كده وفي نبذة مختصرة تاريخ دير السلطان وإزاي بنقول والأوراق كلها بتثبت أنه ملك الكنيسة المصرية. طيب هو دير السلطان اتنسب باسم السلطان لأنه السلطان صلاح الدين الأيوبي لما أعاد فتح مدينة القدس بعد ما كانت تحت سيطرة الفرنجة زي ما بيقولوا أو الصليبيين في بعض المراجع والمصادر، اللي حصل قال أنه اكتشف أنه الأقباط وقع عليهم اضطهاد من الصليبيين، كانوا ممنوعين من دخول بيت المقدس أو القدس، فقرر لتعويضهم قال أنه هيديهم المنطقة ديت أو هيديهم دير السلطان ليهم يتبع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وده دي الرواية الشائعة دائما وأبدا، لكن الأكثر شيوعا بس عشان الناس تكون عارفة أنه الدير اللي أسسه الأقباط، وهنقول ليه بعد كده أدلة على كده، ولما يجي نتكلم عن موضوع الترميم ونتكلم عن الوثائق هنتكلم ليه أسسه الأقباط. بس اللي أسسه الأقباط والسلطان صلاح الدين الأيوبي اداه لهم، وفضل في معيتنا وتبع الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه لغايه وقت قريب جدا. لكن في الفتره ديت انا بس يعني عشان ما ابقاش ببوظ الترتيب اللي حضرتك ممكن تقول، لا 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 طبعا اتفضل. اللي حصل انه مع الوقت بدا احبائنا الاحباش بداوا يحاولوا يطالبوا بيه، وكان يعني في زي ما تقولي مناكشات مشاغبات. ايه علاقه الاحباش عشان يطالبوا بالدير بالموضوع؟ تمام. اللي حصل انه من حوالي ثلاث قرون المفروض بتدفع الكنائس ضريبه للحكام بتوع المنطقه ديت. فاللي كان بيحكم ساعتها العثمانيين، وكانوا المفروض بيدفعوا ضرائب. لما الاحباش ما قدروش يدفعوا ضرائب فبدات يطردوا من كنايسهم ومن الاماكن اللي هم ليهم وجود فيها. ولانه في الطبيعي وده الوضع هناك بيسموه حاجه اسمها الوضع الراهن او الستيتسكو، بيقول انه الكنيسه الاكبر منهم تاخد الحاجات ديت، فالاحباش عشان يهربوا من القصه من املاكهم انها تروح راحوا قالوا احنا الكنيسه الام بالنسبه لنا الكنيسه القبطيه، فراحوا سندوا لينا،
احتوينا الموقف وقالوا له واتقال لهم تعالوا اقعدوا معانا في اماكننا واحنا هنراعي حاجتكم واماكنكم كمان. ودخلت الكنيسه الحبشيه او الرهبان الاحباش دخلوا للدير. دخلوا الدير فبقى تمام. جزء منهم هم موجودين معانا في الدير. تمام. مفيش مشكله فضلش مشكله لغايه ما بداوا هم يحاولوا ان هم ياخدوا مش عايز اقول كلمه يستولوا عليه عشان برضو الامور الكنيسه برضو الاثيوبيه كنيسه مش عايز اقول اخت لينا لكن دي بنت يعني لينا يعني. اللي حصل بعد كده انه لما الكلام ده حتى حصل جم سنه 60 طلبوا من ملك الاردن قالوا له احنا ده بتاعنا فراح مسلمهم المفاتيح بتاعه الدير. فراح البابا كرولوس قداسه البابا كرولوس السادس بعت الوثائق اللي تثبت ان ده الدير ده بتاعنا. مذكرات كتيره من اساقفه ومن بطارقه على مدار القرون اللي فاتت كلها زائد الوثيقه اللي سلمها لنا بيها صلاح الدين الايوبي زائد وثيقه البناء وثائق كتيره جدا بتثبت الكلام دوت. بعتها للملك حسين ملك الاردن لان هو اللي كان مسؤول عن المنطقه دي وقتها. راح مرجع المفاتيح تاني لينا ورجع الوضع على ما هو عليه. سنه 70 وقبل عيد القيامة فجأة كده وإحنا منشغلين بالقصة راح دخل رهبان الأحباش خدوا الأماكن بتاعتنا كلها في جوه الدير. سنة 71 صدر قرار من المحكمة العليا العدل العليا الإسرائيلية بأحقيتنا. وسنة 79 لغاية سنة 79 الحكم ما تنفذش. الحكومة الإسرائيلية طعنت وقدمت رفعت قضية تاني سنة 79 فتحكم للكنيسة الأرثوذكسية تاني. يعني في مرتين من الحكومة الإسرائيلية بملكية الكنيسة القبطية للدير ومع ذلك رفضت تسليم الدير للكنيسة. بيعتمد على ده في إيه؟ إن سنة 1876 اتعمل وتوقع حاجة اسمها معاهدة أو ما يعرف بالوضع الراهن ما بين السلطان العثماني اللي هو كان مسيطر على المنطقة وقتها وبين أوروبا أوروبا بحالها في ألمانيا الكلام دوت. وقعوا معاهدة قالوا أنه يبقى ما معناه كده باللغة اللي احنا دايما نقولها اللي هو يبقى الوضع على ما هو عليه بأنه كل كنيسة بتسيطر على منطقة تفضل هي المسيطرة عليها ورتبوا العلاقات بين الكنائس في الصلوات والكلام ده كله لانه الوضع في القدس للي ما يعرفش ان ممكن يكون في كنيسه واحده في اثنين بيصلوا طائفتين بيصلوا في نفس الوقت. يعني جوه الكنيسه الواحده. فيبقى بيصلوا كلهم في نفس الوقت. فعشان يرتبوا القصه دي فعملوا الكلام دوت وبقت الحكومه سنه 1924 صدر قرار انه اللي ينظم الكلام دوت الحكومه. اللي ينظم الوضع الراهن الحكومة وليس القضاء. الإسرائيليين رغم أنه ما كانش في إسرائيل أصلا سنة 1924 كانت لسه عبارة عن وعد من الإنجليز لليهود مرتكزين على القرار دوت اللي هو بتاع 1924 فقال لك اللي ينظم العلاقات بين الكنائس الحكومة مش القضاء. طب يا جماعة الحكومة تنظم الوضع بين الكنائس مش تنظم الأملاك. الأملاك تنظمها القضاء ده معروف اللي انتوا بتتكلموا فيه ده قصة تانية. سواء هتنظم الوضع أو هتنظم الأملاك سر أو سبب دعم إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية للكنيسة الإثيوبية. تمام. مباشرة كده سنة في 9 يناير 1979 لما صدر الحكم بتاع الحكم الثاني من المحكمة الإسرائيلية بأحقية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كان وقتها المدعي العام الإسرائيلي قالها صراحة كده قال للمحكمة يعني قبل ما تصدر حكمها قال لهم احنا بنرجوكم احنا ما عندناش دوافع ما قال لهم بالنص كده احنا ما عندناش دوافع ولا قرائن تثبت بعكس الكنيسة مقدماه لكن احنا بنرجوكم ان انتوا تراعوا ان في أسباب سياسية تدفع الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ هذا الموقف. طيب إيه هي الأسباب ديت؟ تسمحي لي أقولها بس عشان الناس تبقى عارفة. يا ريت اتفضل. إحنا وقتها سنة 70 لما حصل الدعم الإسرائيلي للأحباش ياخدوا الدير السلطان كان في احتلال إسرائيلي لمنطقة سيناء وكانت العلاقات بين مصر وإسرائيل على أسوأ ما يكون.
وكانت العلاقات المصريه الدوليه كلها سيئه بشكل عام بالغرب يعني. تمام. فهم استغلوا دوت. طب بعد 73 وبدات العلاقات تبقى احسن سنه سنه باتفاقيه 74 و75 ومعاهده واتفاقيه كامب ديفيد ومعاهده كامب ديفيد. قولي معاهده كامب ديفيد جت بعديها في مارس 79، بس يعني كان في 9 في سبتمبر 78 كان في اتفاقيه كامب ديفيد وكان في لقاءات بين الدولتين وكان في تقارب شديد جدا. كل ده ما لغاش ليه الموقف السياسي الاسرائيلي لسبب بسيط او لسببين. واحد، لانه اسرائيل بتحفظ الجميل للحكومة الأثيوبية اللي سهلت نقل ما يعرف بيهود الفلاشة اللي هم كانوا مقيمين في إثيوبيا. نمرة اتنين، إسرائيل ليها قواعد عسكرية هناك في إثيوبيا، فلازم تفضل محافظة على الموقف دوت، على يعني العلاقة الجيدة مع إثيوبيا لأهميتها الجغرافية. خليني أقول السببين دول هم السببين السياسيين المتعارف عليهم والمعلنين للدعم دوت. طبعا زاد عليهم سبب ثالث مهم جدا جدا دلوقتي، أنه إسرائيل إثيوبيا هتبدأ تخزن مياه وهيبقى عندها مياه. علاقات إثيوبيا بإريتريا اتحسنت جدا، فبقى عندها منفذ على البحر الأحمر، منفذ ملاحي يعني ميناء، فيقدر ينقلوا جالونات المياه لإسرائيل اللي هتتخزن. فبرضو من الأهداف المهمة جدا أن إسرائيل ترضي إثيوبيا، وإلا الموقف هيبقى المصالح المتبادلة. المصالح المتبادلة اللي مع أنه مصالحهم مع مصر مهمة، بس في بالنسبة لهم أولويات. ولذلك أنا يعني المسألة لما نيجي نتكلم عن الحل هيبقى فيه حلول كتيرة مطروحة، بس أنا يعني الموضوع هيبقى في إيد الدولة والكنيسة المصرية. الناس يعني من امبارح الحقيقة يعني كانت منتظرة في بداية المناوشات والاعتداءات اللي حصلت رد الكنيسة، رد وزارة الخارجية، يعني يمكن بانفعال المصري على كرامته وغيرته أقباطه مسلمين، إن إزاي يحصل كده في المصريين وإحنا بنمتلك زي ما حضرتك وضحت وقلت كده كل المستندات والأحكام القضائية اللي بتقول إن إحنا اللي بنمتلك الدير. فإحنا يعني إذا سمحتوا لي حضراتكم بيان الكنيسة اللي أصدرته مع حضراتكم على الشاشة دلوقتي، بيقول الحقا بالبيان السابق الصادر بتاريخ 21/10/2017 واستكمالا للأحداث الأخيرة المذكورة به، فقد قامت الحكومة الإسرائيلية يوم 10/10/2018 بإخطارنا شفهيا فقط بصدور قرار من رئيس الحكومة بترميم كنيسة الملاك ميخائيل بدير السلطان مما يتناسب مع مصالح الرهبان الإثيوبيين فقط، متجاهلين بذلك كل اعتراضاتنا الكتابية والمطالبات بحقوقنا في ترميم ممتلكتنا بواسطة الفريق الهندسي المتخصص التابع للكنيسة القبطية طبقا للمواصفات أو على الأقل التكفل بكافة نفقات الترميم مع الإشراف عليه، وقد قمنا بالاعتراض كتابيا على القرار الشفهي الأخير بالترميم عنوة، ولكن قامت الحكومة يوم 23/10/2018 بإدخال مجموعة من العاملين بهدف ترميم المكان دون الرد على اعتراض الكنيسة القبطية المالك الوحيد للعقار أو النظر إلى مطالبها، وتم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية. يوم الأربعاء 24/10/2018 تم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أخرى من الساعة 6 صباحا أمام باب دير السلطان المجاور لكنيسة القيامة لمنع دخول معدات وعمال الترميم، وحاول ضباط الشرطة الإسرائيلية إقناعنا بإتاحة الفرصة للترميم فاعترضنا نظرا لتعمد الحكومة الإسرائيلية تجاهل طلباتنا، فتم إعلامنا بأنه في حالة عدم استجابتنا سيتم استخدام القوة الجبرية، فكان ردنا أننا سندافع عن ديرنا إلى النفس الأخير، فتم استخدام القوة والعنف بجذب وسحل الأباء الرهبان والشمامسة مما أدى إلى إصابة بعض الرهبان بسحجات وجروح وردود، كما تم اعتقال أحد الرهبان، وبتدخل السفير المصري تم إخلاء سبيله دون تصعيد للأمور معه، ومع كل هذا تم البدء في أعمال الترميم دون موافقتنا، وقمنا بتقديم شكوى لوزارة العدل ورئيس الوزراء ضد التصرفات المشينة للشرطة الإسرائيلية في التعامل مع الرهبان الأقباط فقط.
الأصوات، ونحن الآن بصدد بحث إمكانية رفع دعوة قضائية للمطالبة بحقوقنا في ترميم دايرنا وتفعيل قرار المحكمة الصادر في 16/3/1971 بإعادة حيازة دير السلطان للكنيسة القبطية وتغريم رئيس الشرطة ومطران الأحباش للاعتداء على الدير المذكور، كما يتم التنسيق على مدار الساعة مع قداسة البابا ووزارة الخارجية والسفارة المصرية، ونحن نشيد بمساندة السفارة المصرية ومؤازرتها لنا والتنسيق معنا في كل خطوة، وما زالت الجهود مستمرة لوقف هذا التعدي الصارخ على المكان وعلى الكنيسة القبطية بالأراضي المقدسة. نحن في احتياج إلى تكاتف كل أبناء الكنيسة القبطية في مصر والمهجر وبحث الطرق الممكنة للتدخل السياسي من دول عديدة لمساندة الكنيسة القبطية في الدفاع عن حقوقها والحد من التعديات على ممتلكاتها ومقدساتها في الأراضي المقدسة. وده كان بيان الكنيسة وعليه طبعا ختم الكنيسة وتوقيع نيافة الحبر الجليل الأنبا أنطونيوس مطران القدس. أنا عايزة تعليق حضرتك على البيان التوضيحي والتفصيلي الكنيسة أصدرته، وطلب نيافة الأنبا أنطونيوس وطلب الكنيسة بالتدخل الدولي وعرض الحلول من وجهة نظر حضرتك برضو. طيب أولا بس عايزة أوضح نقطتين مهمين أو في البيان حضرتك. البيان بيتكلم عن ترميم. مفيش حد في الدنيا كلها هيرفض انه حد عاقل، يعني حد عاقل في الدنيا كلها هيرفض انه كنيسه تترمم. يعني احنا هنا في مصر بنبوس الايادي عشان الكنيسه تترمم طبعا، ما تنهارش. فما بالنا بقى لما تكون كنيستنا والناس عايزه ترممها، فانتوا معترضين ليه يعني اشمعنى؟ فلازم نفهم الناس ليه معترضين واشمعنى، عشان بس الناس تفهم. لما من الحاجات اللي اثبتت انه قبطيه دير السلطان الاتي الاثار، انه في فن اسمه الفن القبطي. لما نلاقي الايقونات 25 صوره مرسومين بطريقه الفن القبطي، يبقى اللي بنى المكان ده مين؟ الاقباط. يبقى لو انا سبت اي حد تاني يرممه وطمس هذه الحاجات التي تثبت احقيتي، اما اجي اتكلم تاني عنها هيقول لي هي فين؟ وده هيتم فعليا عن عمد طبعا، وعن عمد طبعا، فهيبقى في وضع راهن جديد انت هتبقى واقع لي. ونرجع تاني نقول ان اللي بيحكم الوضع في القدس هو ما يعرف بالوضع الراهن او ستاتس كو. فده من اهم اسباب رفضنا لمساله انه الترميم يحصل بالطريقه ديت. احنا اللي عايزين، احنا اللي نشرف عليه، بالعكس احنا عايزين نرمم بس نرمم تحت اشرافنا وبمهندسينا عشان ما نطمسش الاثار بتاعتنا والوجود بتاعنا والادله التي يعني تثبت حقيتنا في الدير. دي نمرة واحد. نمرة ان حتى هو البيان، والحقيقه انا يعني مع الانبا انطونيوس هو اللي صاغه او مش عارف صاغه بصياغه عبقريه الحقيقه، اللي قال لك طبقا للمواصفات. كلمه طبقا للمواصفات يعني مش اي ترميم وخلاص. يعني حتى لو عشان نبسط المساله للناس، لما حصل السيول في ديره وادي النطرون، لما جم ترممت بالشكل اللي يعيد لها اثريتها وما يغيرش من، مع انها كانت ما فيش اختلاف على ملكيتنا ليها، لكن اهم حاجه ان انت ترجع الاثار من غير طمس هويه وحضاره ويعني احقيه في امتلاكنا للدير. كل ده هيحصل بالفعل زي ما حضرتك بتقول لو ترمم تحت اشرافهم هم. بالظبط كده. نمرة اتنين، ايه اهمية الدير؟ يعني ايه مشكلة انه احنا ليه الدير مهم قوي؟ الناس برضو لازم تبقى فاهمة القصة ديت. المكان هناك حاجة حتة اسمها حارة النصارى، تمام؟ الترتيب الاتي، بطريركية الاقباط الارثوذكس في ظهر مباشرة كنيسة القيامة. اللي يفصل ما بينهم هو دير السلطان. اللي يفصل ما بينهم مش فصل، يعني عشان اروح من دير من البطريركيه للكنيسه القيامه لازم اعدي على دير السلطان. فدير السلطان هو الممر الذي يمر منه كل السياح وبطرك الاقباط الارثوذكس او مطرانهم اللي موجود هناك لكنيسه القيامه. وللي ما يعرفش، هناك المنطقة مقسمة إلى 14 مرحلة من مراحل الصلب. فطريق الصلبوت أو طريق الصلب لغاية المرحلة التاسعة بره يعني بره دير السلطان. تبدأ
من 9 لغايه ال 14 لحظه الدفن اللي هي عند جوه كنيسه القيامه من خلال دير السلطان. فمكان مهم جدا. حضرتك بتتكلم على انه كمان المراحل المهمه هي اللي جايه من اول يعني دير السلطان. عشان اخواتنا المسلمين اللي متابعين واخواتنا المسيحيين اللي متابعيننا دلوقتي يبقوا فاهمين. من السيد المسيح وقع 3 مرات وهو شايل الصليب. اخر مره اللي هي المرحله الثالثه دي كانت عند النقطه 9 من المسيره اخواتنا اللي راحوا قدسوا او راحوا زاروا القدس او سياحه فيعرفوا الكلام ده كويس. فانا بنقل الكلام دوت للناس اللي ما شافتش. فلغايه النقطه 9 في عمود كده وبعد كده بيبدا يخش دير السلطان هو بقى اللي بتمر فيه ال10 وال11 وال12 وال13 لغايه الدفن. وبالمناسبه ديت الكنيسه الارثوذكسيه هي الكنيسه الوحيده من كل الكنائس اللي بتطل على الحجر اللي اتدفن عليه السيد المسيح، وبيسموها هناك اللي هي هيد اوف تومب. فاحنا المسيطرين على الكلام ده كله. فتتاخد مننا ليه؟ يعني دي حته منطقه مهمه جدا وحقنا طبعا وبتاعنا وما تاخدش مننا. دكتور مينا، يعني انا عايزه بس سريعا لان الوقت خلاص، انا عايزه اتكلم من وجهه نظرك في الحلول، لكن هل السماح للاقباط بزياره القدس في عهد قداسه البابا طهدروس الثاني ممكن يكون من سبب او من مجموعه الاسباب اللي احنا اتكلمنا عنها لاثاره حقد اسرائيل وتصرفاتها المشينه دي؟ لا بالعكس، يعني هم صريحا كانوا عايزين الموضوع ده من زمان. هم كانوا نفسهم فيه جدا انه يحصل، انه يعني هي من المشاكل اللي حصلت بين قداسه البابا شنوده ورئيس انور السادات، انه كان الرئيس انور السادات عايز دوت عشان يراضي اسرائيل انه يبقى عاملها سياحه والاقباط يروحوا. لا هم بالعكس. يعني هو كان متوقع ان هم يبقوا يرضوا عننا اكتر ويقفوا معانا، لكن هي المصالح مع الاحباش اكبر طبعا بكتير قوي يعني. طيب من الموضوع ده نروح للحلول من وجهه نظرك. اتفضل. نمره 1، اولا انا بشكر جدا الاداء الذكي اللي بتقوم بيه الكنيسه الارثوذكسيه من اول قداسه البابا وتنفيذا من الانبا انطونيوس والمواقف الشجاعه اللي هم خدوها، لان ده اثبات حق وده كان لازم يبقى موجود، وده اظهر عدم حياديه الحكومه الاسرائيليه وعدم احترامها لاحكام القضاء، وده بيشنها غربيا في كل الاوساط اللي هي كانت بتنادي بانها واحه الديمقراطيه في الشرق الاوسط. فاحنا عايزين نستغل القصه دي جدا ونضغط عليها لان ده هيسيء موقفهم. وعايز اقول للناس كلها انه موقف بطل بطولي زي دوت اتخذته قريه فلسطينيه بمنع اللوادر انها تهدم القريه، اكبر المستشاره الالمانيه انها تضغط على اسرائيل فتراجعت اسرائيل عن موقفها وتركت الفلسطينيين يعيشوا في قريتهم. فموقف زي دوت احنا لو ضغطنا واثبتنا حقوقنا المثبته فعلا الغرب هيقف معانا. وده لينقلنا للنقطه الثانيه اللي هي عمليات وزاره الخارجيه المصريه انها ادانت دوت ومفروض تعمل تحركات في سفاراتنا كلها في الغرب انها يعني تنشر الفيديوهات المؤسفه لينا ديت اللي توجع قلوبنا اللي بتضايقنا، لكن هي الحقيقه مضطرين ان احنا نفضل ننشرها ونزحها بدل مره مليون مره. وبالمناسبه دي انا بنشد الاعلام القبطي والاعلام المصري انه ما يبطلش نشر هذه الفيديوهات الى ان يعني تنتهي الازمه، انتهاء جذري مش انتهاء يعني هدوء، لان احنا عندنا ازمه ان احنا لما بنسخن قوي بنقعد نشتغل وفي الاخر الموضوع بيقف، يعني بننسى الدنيا يعني. صحيح. فما ينفعش. وانا اسف ان انا اقول خلونا نتعلم من الاخوان قعدوا يتجرب مشاهد هم اللي صوروها ها عشان يتجرب موضوع رابعه ويالفوا ويستدروا عطف الغرب. احنا بقى المشاهد دي حقيقيه ومش عايزين نبطل اذاعتها عشان نضغط على كل العالم انه يعرف ايه اللي بيحصل وايه نضغط على العالم اللي بينادي بحقوق الانسان. يعني احنا بنتكلم بقى دلوقتي مش كلام يعني معلش ده بني ادم مش هقول لحضرتك رجل دين والكلام ده كله اركني ده فين. يعني هو لو كانت عمل مع شماس او كان بني ادم مصري كنا هنقبلها، لا مش قصه راجل دين، هنتكلم على بني ادم عادي اتعامل فيه الكلام ده كله صحيح وبيدافع عن حقه. نمره 3 بس عشان انا عارف ان وقت حضرتك خلاص اتفضل. انا يعني التحرك هيكون يعني انا اقترح يعني اذا سمحتوا لي ده انا اقترح ان التحرك يكون على مستويين، المستوى الاولاني مستوى رئاسه الجمهوريه مع بنيامين نتنياهو
الوضع لازم يكون واضح، ولازم إسرائيل تقدم اعتذار على الحماقة اللي هي عملتها. بالمناسبة أنه في الأحكام اللي قبل كده اتغرم وزير الأديان ووزير الشرطة الإسرائيلي ومطران الأحباش، ورغم كده ما بيرتدعوش. نمرة 2، القداس البابا توادرس، اعتقد انه وهو قال امبارح ان هو عمل جلسات ولجان وكان برعايه كنايس اخرى مع الاحباش، اعتقد انه قداسه البابا محتاج انه يكون مباشره مع قداسه بابا الاحباش لانهاء الازمه دي، لان هما دول الوحيدين اللي لهم الحل الحق في انهاء الازمه نهائيا. واحنا جربنا خلاص اللجان والبابا اعلن انها لم تسفر عن اي نتيجه. بالظبط كده، لانه لو تركنا الامر في ايد اسرائيل هي موقفها خلاص كده بقى باين ومعلن تماما انها ليست على الحياد. فالحل هيكون من بين الكنيستين، والحل احراج اسرائيل دوليا، ويعني ان شاء الله انصعادها للامم المتحده. احنا بنتكلم في راس الدوله وراس الكنيسه، التعامل يكون بشكل مباشر. بالزبط. يعني زي ما المشاهد الصعبه دي ألمت ووجعت قلوب الناس والمصريين بشكل عام، لان دي اهانه للمصري والمصر نفسها، لكن في نفس الوقت بنقول ان اصحاب الحق مش هيسيبوه ومش هيفرطوا فيه. بشكر حضرتك جدا دكتور مينا ملاك الكاتب الصحفي، نورتني، وشكرا لتوضيحك كل التفاصيل دي للي ما كانش متابع ازمه وقصه دير السلطان من البدايه، وبنتمنى ان شاء الله عن قريب يرجع الحق لاصحابه للكنيسه القبطيه. شكرا لحضرتك. ان شاء الله. ميرسي حضرتك. شكرا لحضرتك. نخرج مع حضراتكم الفاصل وبعدها تكون الفقره الاخيره وجوله سريعه في اهم عناوين الصحف اليوميه.